السلام عليكم البنات، اليوم غادي نقدموا لكم لي كريب. بالنسبه للمقادير تنحتاجوا 4 الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق عامرين، 4 المعالق ديال الزيت الرومي، و 4 المعالق ديال الزبده ذوبناهم، عندنا هنا جوج بيضات، عندنا هنا الزا، عندنا هنا قبيصه ديال الملح راس ديال المعلقه، عندنا هنا السنيده 4 المعالق، الحلاوه تبقى على حسب الذوق، عندنا ادرو ديال الحليب، وغادي نبداو على بركه الله. نضيفوا الحليب في الخلاط الكهربائي، نضيفوا لي داك قبصه ديال الملح اللي عندنا، ونضيفوا السنيده، ونديروا جوج بيضات، ونديروا الزا بفانيليا، سكر فانيليا، ونضيفوا هذاك الزبده والزيت اللي عندنا نص كاس، وغادي نضيفوا عليه الدقيق ماشي كامل، تدريجيا، ربعة معالق كبار، وغادي نخلطوهم ونتلاقاو من بعد. بعد ما خلطنا المكونات اللي عندنا غادي نبداو نضيفوا عليهم تدريجيا الدقيق على حسب الخليط، بقاو تضيفوا بالمعلقه بالمعلقه، حيت كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين اللي ما كيشربش. ونتلاقاو من بعد.